والآن ينضم إلي من الظهران السيد نايف الدندني، الباحث في استراتيجيات الطاقة. صباح الخير نايف. يعني يبدو أنه هناك بحسب العناوين العريضة أنه سيكون هناك اتفاق خلال 48 ساعة على الأقل حتى الآن. لدينا اليوم كان هجوم للحوثيين على بعض المنشآت أو البنى التحتية جنوبي السعودية، وأسعار النفط كانت قد أنهت الأسبوع على ارتفاعات بعد التقلبات الحديدة التقلبات الكبيرة. كيف يمكن وصف المشهد هذا الأسبوع؟ صباح الخير نور، وصباح الخير لجميع متابعي قناة الشرق. الحقيقة فيما يتعلق بأسعار النفط، نحن لازلنا في عين العاصفة، لسنا بعيدين عن موجات الارتفاع ولسنا بعيدين عن التقلبات التي سنشهدها في الأيام القادمة. لدينا العديد الحقيقة من الأسباب التي تجعلنا نؤمن أنه سيكون هناك موجات ارتفاع وهناك موجات تقلبات، يعني صعودا وهبوطا بسبب مجموعة من الأحداث اللي جالسين احنا نشوفها. الحدث الأخير، الهجوم الإرهابي الأخير اللي حصل، هذا أحدها، وهذا الحقيقة تهديد لإمدادات الطاقة ورسالة تقلق الحقيقة أسواق النفط عموما. فيما يتعلق في الأسواق نفسها، لدينا الحقيقة تمسك السعودية والإمارات باتفاق أوبك بلس، وهذا يعني لا زيادات فوق الزيادات المقررة رغم التهديدات على إنتاج روسيا. روسيا الآن الحقيقة تتعرض للكثير من الضغوط المالية التي تجبر النفط الروسي إلى اتجاهات مختلفة، منها إلى التخزين مثلاً. صحيح. وليس إلى الأسواق، وهذا الحقيقة سيجعل شح في الأسواق. كان هناك نقاش نهاية الأسبوع، وأنا يعني رأيت الكثير من المشاركات على تويتر تقول إنه النفط الروسي يعبر في البحر الأسود، وأنه هناك اتجاه لتخزينه من قبل ربما الهند أو دول أخرى في هذه المرحلة للاستفادة من الأسعار المنخفضة. فيما يعني شيئا يعني مشابها كنا قد شهدناه في السابق بالنفط النفط الإيراني، هل هذا يعني يقلل من وطأة الضغوط في هذه المرحلة، وخصوصا ايضا انه المطالبات الأمريكية والأوروبية مستمرة؟ بوريس جونسون عاد الى لندن لم يحقق اي شيء، وفيما يتعلق بالنفط الصخري لا يبدو أن هناك أي زيادة في عدد الريجز أو عدد الحفرات في الأسابيع الماضية، يعني لا زيادة في الإنتاج حتى الساعة. خليني أبدأ من موضوع النفط الصخري، وأنا حرجع لموضوع التخزين في ناقلات النفط البحرية بالنسبة للنفط الروسي. هذا الحقيقة موضوع النفط الصخري، لأنه فعلا بطيء، حركة بطيئة جدا، ما في معدلات زيادات، ما في تحرك، ما في أنشطة في موضوع النفط الصخري. يقابلها الحقيقة انخفاض في معدلات إنتاج النفط التقليدي غير الصخري وفي الأمريكي، وبالتالي الحقيقة النفط الصخري لكثير من يعول عليه أنه سيوازن الأسواق، أعتقد أنه رهان خاسر الآن على الأقل في المدى المنظور، يعني لن يغير في معادلة الأسواق. بالنسبة للنفط الروسي، المشكلة الأكبر التي نواجهها الآن أنه وجود النفط الروسي إلى وجهات غير معلومة وتخزين في البحار وفي ناقلات النفط وانتظار لاقتناص أسعار أعلى، هذا الحقيقة سيشكل عبء على الأسواق ويشكل شح إضافي أكثر مما نراه الآن. يعني لدينا زيادة في معدلات الطلب، عندنا تآكل في معدلات إنتاج الدول الآن، حتى الزيادات التدريجية في محل شك أنه أساساً انه دول اوبك بلس ستلتقي في الحصص السوقيه، تقرر ال 400,000، ولكن هل نلتقي؟ هل نضخ ال 400,000؟ اعتقد يعني انه هناك في علامه استفهام كبيره. نقطتين رئيسيين نايف ذكرتم، قبل ما نرجع على اوبك بلس والتزام الدول المنتجه بحصصها، فيما يتعلق بالناقلات الموجوده في البحار والتي يتم تخزين النفط الروسي فيها، هل هي فقط يتم تخزين النفط الروسي فيها، ام انها بالفعل تتجه الى وجهات غير معروفه حتى الان؟ يعني في هناك ربما اخبار متضاربه حول الموضوع.
فيما يتعلق بأوبك بلس، كنا قد شهدنا عدم قدرة دول مثل ليبيا وغيرها من الالتزام بحصتها أو حتى استيفاء حصتها في الإنتاج شهريا. ما الممكن أن يحدث في هذه المرحلة، خصوصا أنه انتهى شهر مارس والآن مرحلة جديدة في الاتفاقات؟ فيما يتعلق بالنفط الصخري وناقلات النفط البحرية التي تخزن النفط الروسي، طبعا هناك في استفادة من 30% تخفيض، يعني بالأسابيع الماضية حصل بعض المشترين على تقريبا ما يقارب $30 أقل من سعر خام برنت القياسي كمعدل كمتوسط للسعر، وهذا الحقيقة سعر مغري جدا. أخذت هذا النفط وتوجه إلى روتردام الهولندية، ولكنها تختفي من أنظمة التعقب بعد ما تغادر روتردام. هذا يعني أنها لا تتجه الحقيقة إلى مشترين أو إلى موانئ أو مصافي معينة. الحقيقة أغلب الاحتمالات هي تشير إلى تخزين في ناقلات عبر البحار لتستفيد من سعر أعلى لاحقاً، لأن الحقيقة هناك توقع كبير أنه سيرتفع النفط، أسعار النفط، وبالتالي في محاولة لاقتناص أكبر هامش ربح من هذا النفط الرخيص نسبيا مقارنة بالأسعار. بالنسبة لأوبك بلس، أوبك بلس الآن من المرجح أنه في اجتماعها القادم في 31 مارس أنه حتقرر الزيادة التدريجية اللي هي 400 ألف، وبالفعل هو لا نرى الحقيقة أنه في أحد قادر أنه يزيد في معدلات إنتاجه باستثناء السعودية والإمارات من ضمن باقة 400 ألف. في يناير الماضي مثلا لقينا أنفسنا في معدلات إنتاج أقل ب 835 ألف برميل عن الحصص السوقية لمجمل إنتاج أوبك بلس، وهذا الحقيقة عجز كبير في الأسواق. الآن حتى بمجرد ارتفاع أسعار الغاز ويعني بمعدلات كبيرة هناك زيادة على الطلب على النفط، وبالتالي هناك هروب من هذه الأسعار إلى النفط، وبالتالي زيادة الطلب مع شح إمدادات من أوبك، مع عدم قدرة الدول، مع النفط الروسي الآن يختفي من الأسواق. النفط الروسي كان يروح للعملاء مباشرة، الآن أصبح وجهتهم غير معلومة، وهذا الحقيقة ما يجعلنا نؤمن أنه في تقلبات وفي موجات ارتفاع نحن لسنا بعيدين عنها. ويبدو يعني لا نعرف مدى تأثير العامل الأخير الذي أتى من الجزائر وتهديدها لأسبانيا بربما وقف إمدادات الغاز، يعني حتى الآن لا تزال الأخبار مبهمة نوعا ما، ولكن هذا من الممكن أن يزيد من أزمة الغاز في أوروبا. طيب في هذه المرحلة نايف، ماذا نتوقع بالنسبة للتقلبات؟ هل ستبقى بنفس الحدة؟ الأسبوع الماضي كنا قد يعني نظرنا إلى إندكس أو مؤشر يقيس التقلبات والفولاتيليتي في أسواق النفط، وكانت عند مستويات مرتفعة. هل سيبقى مؤشر الفولاتيليتي لأسواق النفط عند هذه المستويات برأيك في الأسبوعين أو الفترة القادمة؟ وإلى متى إن كان ذلك يعني؟ هذه راح تكون موجودة الفترة القادمة، ولكن الحقيقة حتى موضوع التصريحات هي طبعا بعض الأحيان تكون يعني ردة فعل لبعض التصريحات من هنا وهناك، تهدئة، تصعيد، تهديد، وقف، عقوبات، هذه كلها تؤثر على معنويات الأسواق وبالتالي يكون لها تقلبات. لكن الكثير يجهل أنه لدينا الآن الأسواق نفسها فيما يتعلق في الفندمنتلز هي المحرك الأساسي. لدينا الحقيقة كثير من الأسباب اللي تدفع هذه الأسعار للصعود، لأنه ما المشكلة، مشكلة الآن مشكلة إمدادات حقيقية، يعني لدينا مشكلة، ما هي مشكلة طلب، الطلب موجود وقوي، الإمدادات عليها علامة استفهام كبرى، في مشكلة في الإمدادات، في عجز، النفط الروسي جالس يتراجع ويتأثر حتى في العقوبات المالية، بغض النظر عن العقوبات النفط والغاز، العقوبات المالية نفسها تضع قيود على النفط الروسي، وحتى لو ما كان يعني هناك حظر للنفط والغاز الروسي، فبالتالي لدينا مشكلة إمدادات
حقيقية ستدفع في الأسعار صعودا ما لم يكن هناك إمدادات من جهة أخرى. وأنا ذكرت النفط الصخري لأنه خارج المعادلة، ما في أحد الحين جالس يعطي الأسواق الطمأنينة الكافية، حتى المعروض أو الفائض الإنتاجي الآن جالس يتقلص مع الزيادات التدريجية وهو أقل من 2 مليون برميل. فبالتالي الحقيقة أنا ماني شايف شيء إلا يعني the only way is up يعني. فما لم يتم تغيير وتهدئة ويعود النفط الروسي إلى الأسواق بحرية يعني. يعني بحرية سنرى ماذا سيحدث في الأزمة الأوكرانية الروسية بانتظار حلحلة الأمور. نايف الدندني الباحث في استراتيجيات الطاقة، أنا أشكرك جزيل الشكر دائما على إثراء فقراتنا، شكرا لك على وجودك معنا اليوم.